ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معايا في قناتي منوعات رودي، ولو اول مرة تشوف القناة ما تنساش تعمل لي اشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد. ودلوقتي تعالي بقى نقول مع بعض النهاردة هنعمل ايه. النهاردة هنعمل مهلبية الفراولة بمهلبية اللبن. تعالوا كده مع بعض عشان نشوف احنا هنعمل ايه. اول حاجة عايزين 2 كوباية لبن، وعايزين 3 معالق نشا، وعاوزين سكر حسب الاحتياج، وفانيليا. وللحاجة التانية للفراولة عايزين فراولة فريش. انا كان عندي فراولة ومخزناها في الفريزر، فانا هعمل منها النهاردة. وعايزين لون احمر بس. تعالوا بقى كده نقول مع بعض احنا هنعملها ازاي. اول حاجة هما 2 مرحلة، هنعمل اول مرحلة وبعد كده نعمل المرحلة التانية. تعالوا كده نشوف مع بعض. اول حاجة هنعمل مع بعض مرحلة المهلبية اللي باللبن. اول حاجة هنقوم جايبين كده النشا، هنحط كده 2 معلقة نشا، وبعدين هندوب بس فيهم حبة لبن صغيرين. هندوب كده النشا واللبن مع بعض. وبعدين هنقوم حاطينهم هنا كده. هنقوم حاطين اللبن. والسكر بتاعك حسب احتياجك. والفانيليا. وهنقلبهم كده مع بعض. وبعدين هنحطهم على النار علشان يتعملوا. زي ما احنا شايفين كده يا بنات اهو. نقلب بس فيها كده لحد لما تستوي معانا والمهلبية تبدأ تتقل، وبعدين نقوم مفرغينها في الكاسات. ورجعت لكم تاني يا بنات اهوت. والمهلبية بعد ما اتعملت اهوت، انا حطيت بس الكاسات في صينية كده، وحطيت من تحتهم ورق وقلبتهم زي ما انتم شايفين كده عشان نعمل الشكل بتاعها. انتي لو عندك صينية كب كيك ممكن تحطي فيها الكاسات وتقلبيها كده، هتبقى مقلوبة معاكي. انا عندي صينية الكب كيك بس الكاسات من تحت مش جاية عليها. وهنا بقى دلوقتي هنبدأ ان احنا نقلبها كده واحدة واحدة كده. الجنب التاني نفس الوضع برضو. متأكد تماما ان المهلبية استوت معانا اهو. هي تبقى شكلها كده في الاخر، وبعدين هنحطها عندنا في التلاجة تبقى بنص نص ونص كده. وبعدين هنحطها عندنا في التلاجة 2 ساعة أو 2 ساعة ونص تبع ما المهلبية تمسك معاكي، وبعد كده نرجع نعمل الخطوة التانية بتاعتها. ورجعت لكم تاني يا بنات، وهنبدأ بقى نعمل الخطوة التانية بتاعت المهلبية. انا دلوقتي عملت المهلبية اللبن وحطيتها في التلاجة، وهعمل المهلبية بتاعت الفراولة عبال ما المهلبية بتاعت اللبن تخلص. اول حاجة هنجيب كده الفراولة الفريش اللي معانا وهنطحنها. هنجيب كده الفراولة الفريش عشان نطحنها. وهنحط السكر بتاعها. وهنا هوت انا طحنت الفراولة وهصفيها. وانا بطحنها بس حطيت معاها اللون الاحمر عشان تبقى لونها احمر بزيادة. لو انت حابة ما تحطيش لون احمر وعايزة تعمليها كده، ده حاجة ترجع لك انت. الوقت انا هصفيها وارجع اوريكم هنعمل فيها ايه تاني. لازم تتصفى عشان صغيرة منها لسه، نشيلها منها خالص. هصفيها وارجع لكم تاني.
اهو يا بنات، انا صفيت الفراوله دلوقتي اهوت وحطيتها هنا. بعد كده دلوقتي بس هحط عليها حبه، هحط على النشا بتاعها معلقتين نشا، احط عليها حبه فراوله من هنا كده علشان ادوبها بس معاها، عشان ادوب النشا معاها. انا حطيت اللون الاحمر هنا ليه؟ عشان النشا لما هتتحط، هي النشا لونها ابيض ما يغيرش من لونها. انتي لو مش عايزه تحطي لون، هو طبعا الالوان دي بتبقى الوان طعام، يعني الوان صحيه، مش اي لون بتحطيه يعني. ومعانا هنا برضو، عشان نسيت اقول لكم في الاول، معايا هنا كريم شانتيه عشان التقديم، هنقدم بيه يعني، واحنا عملنا مع بعض قبل كده الكريم شانتيه، وهسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف. شوفوا انا هنا قلبت اهو خالص، عملت النشا خالص اهوت مع حبة الفراولة، هنحطهم هنا بقى دلوقتي عليها اهو مع بعض. والسكر بتاعها انا كنت حطاها طبعا مع الفراولة وهي في الخلاط بتتطحن، دلوقتي بقى هنحطها على النار، وبعد كده هرجع اوريكم هو هنعمل فيها ايه. ورجعت لكم تاني اهو يا بنات، وبعد ما عملت المهلبية الفراولة والمهلبية بتاعت اللبن ساقعة اهيت، تعالي بقى نفرغهم كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شوفوا قد ايه يا بنات حلو ازاي. هرجع بقى احطه في التلاجة تاني علشان المهلبية بتاعت الفراولة تمسك معانا، وبعد كده هنيجي عشان نزينهم، وبكده تبقى خلصت. هرجع لكم تاني بس بعد ما يسقع. وهو يا بنات، بعد ما مهلبية الفراولة اتعملت اهو، وشوف انا حطيتها في التلاجة وبقت نص ونص كده زي ما انتوا شايفين اهوت. وبقى هنعمل لها شكل ليها يعني. وكريم انا هعمل النهارده بالكريم شانتيه. لو انت كريم شانتيه هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف، واحنا كنا عاملينه قبل كده معاكم. وده الشكل بعد ما خلصت خالص المهلبية. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، وما تنسوش تعملوا لي لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واشوفكم على خير ان شاء الله.